طرين يا اخوان، طرين يا اخوان. اي يا اخوان، ها اول طير ما شاء الله. هاي جوز، هاي الاسود، هاي على المعلف، هاي على المعلف. ايوه هاي ابو يوسف بيصور الكشكي الاسود. هاي الشاب هون اللي بيعلف، احنا الحمام يعني جعانه بدناش نعلف لها بشكل قوي لانها بتهوج، يعني ممكن يفز. هاي ابو يوسف حاطط راسه قاعد بتفرج. ايوه قاعد حاطط راسه وتطلع قاعد على الكشكي. هسه بدق الوقت بحشره بالزاويه يا اخوان. هو ابو يوسف توتر لانه من السطح شايف الكشكي، خلص بده يصيده. والله العظيم تحمست مع الموضوع. تحمس يعني؟ لا تهوت عليه بتنزل. طبعا احنا كنا تحت طلعنا لقينا الكشكة تحمل ابو يوسف، صار هو بدي يعلف. بس 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 خلي خلي المغبر، هسه المغبر بنزله بحشره بالزاوية. تحمس ابو يوسف، صار التصوير وصار بده يزيد الكشكة. في اصلا عندي بالعلف بس الصيت يا اخوان بده صبر. ها هاي اللي هي لازم تكون صبور. تعرف ليش انا مستعجل عليه؟ حاسس انه الطير واقع، مجرد ما ينزل عن الارض هيحبس. آه. هيعبس هو، بس يمسك الارض خلاص انتهى. هو على فكره في شيء نسل جناح مضرب في اه في 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 مضربات. ها اي حشره اللي معي. ها هسه العمر بحشره بنزله. في عندي طير بيعرف كل الحمام هذا. آه. بس بيشتغل على الغريب. ها اه بيشتغل على الغريب هذا. هاي يا اخوان هاي الكشكي صار وين؟ عند راسه. هاي ابو يوسف يتابع الكشكي. هاي راح اعمل حلقه ثانيه. يلا ها ايوه يلا شد الرقاب عليه. اه بنزل صار هوج. هاي صار هاي بيهوج كمان الكشكي. الف شو هاي هاي مكاوي كمان. انا متكاوي. اقعد اقعد. لا مش متكاوي قلبي. ايش هذا؟ في كمان طير حط اخوان، واحنا طيرين اليوم. هاي اخوان في كمان هاي حط طير. هاي اي واحنا قاعدين بنصور، احنا بدنا الكشكي. احنا بدنا الكشكي. ايش هذا اللي حط؟ انا مش شايفه من عندي. سنفور سنفور. هاي حط على الارض السنفور. جاي اوكي. هاي الكشكي. بدنا الكشكي. طلع هاي كيف؟ تعال. الاثنين فيها بدنا الكشكي. هي الكشكي ابو الفجر. سكر الباب. سكر سكر. خلي الثاني خلي الثاني بس خلي خلي حريق بس حريق خلي حريق. دقيقة دقيقة. خلي الثاني الكشكي خلاص. الكشكي يا اخوان فيها جوا. سكر سكر. اسمع اسحب الكشكي. خلي زبون. اسحب الكشكي من جوا وارجع افتح الباب. يوسف هات الكشكي. اه امسك الكشكي من الشباك اللي جنبه. تصعد عادي طز. هات الكشكي خلاص. امسك ابو جوز. يا خليك مصور. خليك بدي احط الباب هو بس بيشبك الباب. عباس عباس خليك مصور. خليك طرين يا اخوان، طرين يا اخوان. اي يا اخوان ها اول طير ما شاء الله. هاي جوز، هاي الاسود، هاي على المعلف، هاي على المعلف. ايوه يا اخوان ابدا كله اسود. صيد طيرين اليوم يا اخوان، انا ضربتهم يا اخوان والله. وانا اشهد. ها هاي ابو يوسف. هاي يا اخوان الله يبارك يا رب. معلمين هاي الحلقه راح تنزل يوم ثاني يوم عند ابو سواد. يلا طبعا يا اخوان ان شاء الله زي ما شفت اليوم كان اخوي ابو يوسف مشرفنا على السطح وعلى وجه الخير الحمد لله. صدنا طيرين مش طير يعني. بعدين لا انا صدتهم ولا اللي معي على السطح ولا حدا. ابو يوسف نفسه اللي ضربهم يعني. احنا ملناش فيهم. فاهمين كيف يا جماعه؟ والله ابو يوسف نفسه على الفيديو زي ما شفتوا ضربهم تبارك الرحمن. وحتلاقوا الفيديو المصور صح
بقناة أبو يوسف. طبعا إحنا صورنا يعني الفيديو هذا كان كواليس. هي تكملة. تكملة نعم. حينزل طبعا إن شاء الله بعد الفيديو اللي حينزله أخوي أبو يوسف مباشرة إن شاء الله عشان نكمل الحلقة. وهيك إن شاء الله نكون إحنا وصلنا لنهاية المقطع. إن شاء الله إن يكون المقطع عجبكم بإذن الله. ولا تنسونا بالدعم واللايك والاشتراك بالقناة. بس يا إخوان بدي أقول شغلة يا إخوان. القناة والله كثير منيحة. المحتوى حلو والحمام جميلة. وبدي يتعلم إيش على الكاش صح؟ يتابع القناة، اشترك في القناة عشان يوصلك أي فيديو بنزل للقناة يا إخوان. طول ما أنت بتشاهد مش مشترك في القناة ما حيوصلك إشعارات. أهم شيء تشترك في القناة وتفعل زر الإشعارات ويعطيكم العافية. السلام عليكم. يعطيكم ألف عافية. السلام عليكم.